مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك. معكم انا محمد زناتي وزميلي يوسف فواز. نحن معكم مباشره من قلب سوق سيدة التجاري. مثل ما عم نشوف يعني هيدا السوق، نحن على بعد ايام من عيد الاضحى المبارك. يعني الحركه اذا فينا نوصفها هي حركه جدا خجوله. عدد قليل من المواطنين اللي عم بيرتادوا هذا السوق حاليا او بهذه الاوقات. طبعا يعني حنعمل جولة لحتى نطلع اكثر، نسأل المواطنين اكثر عن كيف يعني عم يكون الوضع والاحوال، اذا عم يشتروا ثياب العيد ولا. مرحبا، كيفك؟ عم تجيبوا ثياب العيد؟ يعني تقريبا. كيف شايفين الاجواء؟ كيف شايفين الاسعار؟ اسعار غالية كتير غالية. يعني هذه البنت اذا طعم صغير حقه 75 دولار، حاطين عروضات 5 دولار. في عروضات 5 دولار، في اسعار خياليه جوا. خياليه، بدك تشوف اللي برا ولا اللي جوا؟ يعني قبل قد ايه كنت تعمل حسابك؟ يعني انت عم تحكي 75 دولار، بتحكي 7 مليون 6 مليون ما بعرف. هلا لنشوف. شكرا حبيب القلب. طبعا مشاهدينا مثل ما ذكرنا انه نحن على بعد ايام من عيد الاضحى المبارك. طبعا يعني سوق صيدا مثل ما كنا بنعرف انه هو سوق مركزي في الجنوب، وبالتالي يرتاده المواطنين من كل المناطق. خلينا نحكي مع العم ايضا. عم يعطيك الف عافيه، كيفك؟ نعرف يعني نحن اسبوع عيد، وتعرف عيد بعد شي 10 ايام تقريبا. كيف شايف الحركه اجمالا؟ الحمد لله، والله التحسن، في تحسن في تحسن. بس يمكن عيد الفطر كان اقوى شوي. طبعا طبيعي، هذاك من سنه لسنه، هذا شهرين، فرق بين شهرين. بلا عيد. شوف انت الاسواق، في حركه بالاسواق؟ الحمد لله، هي كلهم جايين من برا والله. بلش المغتربين يجوا؟ جايين المغتربين ولا كان جايين عند اهاليهم. يعطيك الف عافيه. فاذا مشاهدينا حنكمل جولتنا الصغيره بهيدا السوق. لنحكي اكثر مع العالم، مع لنشوف نشوف اصحاب البساط شو عم يعملوا. مرحبا، الحمد لله على السلامة. اول شيء شو صاير معك؟ قلت لي حادث على الموتو. اي والله حادث على الموتو يا حبيبي. اليوم نحن كيف الاوضاع قبل العيد الفترة؟ والله ما في اسواق الحمد لله، يعني بس اسواق خفيفة. هذا العيد دائما بيجي خفيف، مش زي عيد رمضان، مش زي عيد الفطر، عيد الاضحى. حركة زايدة بهالفترة؟ لا بالعكس. اقول لك يعني بتفرق اذا اول الشهر ولا اخر الشهر؟ نفس الشيء، كله نفس الشيء، ما بتفرق يا صاحبي. نفس الشيء، انا بتشكر حبيبي اصلا. فاذا حنكمل جولتنا بهيدا السوق. طبعا مثل ما ذكرنا مشاهدينا الكرام انه الحركه هي تعتبر خفيفه مقارنه ب يعني موسم الاعياد. طبعا بعض المحال انت عم تشوف انه عم تعمل بعض التنزيلات، بعض العروضات، ولكن يعني حتى اذا ملاحظين بالصعوبه لحتى نلاقي ناس ممكن تحكي. بالعاده بيكون في مواطنين اكثر بيحكوا اكثر. عم تجيبوا ثياب العيد؟ جبتوا ثياب العيد؟ من وين؟ شو عم تجيبوا لك؟ خضرة من وين ثياب العيد؟ ما في. شكرا.
خلينا ايضا ناخذ. مرحبا، جبتوا ثياب العيد؟ ما حابين يحكوا. طيب خلينا ايضا ننتقل على الشارع الثاني. حتى نشوف كيف الحركة بهيدا الشارع، طبعا معروف بشارع الشاكرية. يعني برضو الحركة هون اكتر لانه هو شارع شعبي اكتر، فمنلاقي في حركة للمواطنين دائمة واكتر. طبعا مثل ما ذكرنا ايضا انه هو على مدخل الصيدة القديمة، فبتضل الحركة فيه اكتر. طبعا عم نشوف ايضا بصات الحلويات يلي بالعادة بتنزل بموسم الاعياد. طبعا هذه البصات من ملبن وايضا حلويات. لك انت بتشتغل هون؟ يعطيك العافية. كيفك؟ هات نسألك سؤال على السريع، كيف شايف الحركة هيك قبل الاعياد بشوي؟ الحركة يعني بالنسبة للعيد الحركة بتكون اثنين بتكون كتيرة، بس الحركة بطيئة كتير هلا هالعيد هيدا. ايه او الاوضاع يعني اقول لك انه كمان جاي اخر الشهر. ايه ايوه هذا بتأثر كمان. انت عارف الوضع الاقتصادي بشكل عام يعني كله يعني الحالة سيئة على الجميع، بس الحمد لله بنقول الحمد لله الله بيسر الله بيهيئ يعني. انا ابو خير الحمد لله. شكرا. يعني بنذكر مشاهدينا انه ايضا بحسب المعلومات انه موظفي القطاع العام سيقبضوا رواتبهم قبل العيد. ما بعرف اذا بيلحقوا او مع انه معاشاتهم هي لا تسوى ما بتسوى شيء. يعني اذا بنقول مع زياده الرواتب لا 7 رواتب معاشاتهم ضلت ما دون $200، فبالتالي يعني من الصعب عليهم لو اخذوا معاشاتهم قبل العيد يقدروا يتبضعوا فيها. نشوف طبعا يعني حتى اذا بنلقي نظره هيك على المحلات هي ما فيها كثير من الرواد. مرحبا، جبت ثياب العيد؟ حتى نحكي هون التجار ايضا نشوف كيف الحركه معهم. اذا مرحبا كيفك؟ تمام. خبرنا نحن على بعض ايام من العيد، كيف شايفين الحركه؟ والله انا مش انا زبون. انت زبون؟ جيت تتبضع على العيد؟ هتفتل بس. هتفتل؟ ماشي، يعطيك العافيه. حنسأل أحد المواطنين أيضا نشوف. كيف الأجواء؟ كيف الحلو؟ ما بقدر أحكي. ما بقدر يحكي أيضا كمان. يعني فإذا مشاهدينا مثل ما ذكرنا أنه رغم أنه العيد قرب، ولكن ما زالت الحركة مثل ما ذكرنا هي حركة خجولة. بالعادة يعني موسم الأعياد بيكون أفضل على السوق وأيضا على الحركة، ولكن يعني طبعا مثل ما ذكرنا أنه الوضع الاقتصادي عم بيأثر سلبا. Thank you.
اطلع نسال الشباب هون كيف ما شباب كيف اجواء السوق قبل العيد؟ عم بيكون في حركه يا جماعه؟ يعني هلا بلشت. بلشت بلشت الحمد لله. متوقعين للايام الجديده يكون في حركه اكثر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نعاد عليك. يعطيك العافيه. يعني فإذا المشاهدين الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروتي على الفيسبوك، يعني بهيدي الجولة الصغيرة اللي عم نفتل فيها بقلب السوق التجاري لحتى نستطلع شوي الآراء حول الوضع، وإن كان العالم عم تقدر بعد تشتري أو إن كان بعض العالم عم تقدر يعني. فإذا المشاهدين الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروتي على الفيسبوك، مثل ما عم نشوف يعني الأجواء جدا ما زالت خفيفة، مثل ما عم نشوف أيضا يعني بموسم الأعياد ما كان متعارف على السوق التجاري أنه يكون بهيدا الشكل، يكون أنه عدد الناس اللي عم بيجوا عليه جدا. حتى إذا بنلاحظ يعني معظم الأشخاص اللي عم بيكونوا بهذا السوق اللي عم بيشتغلوا بهذا السوق عم تكون إيديهم فاضية، فهذا بتدل أيضا إنه ما عم بيكون في كثير من التبضع بسبب يعني مثل ما بنعرف القدرة الشرائية. فإذا مشاهدينا الكرام كنا معكم بهذا البث المباشر، كان معكم محمد زنتيوتو فواز صوت بيروت انترناشونال.